وفي كل الأحوال فإن العيد فرحة لدى الجميع، لكن هناك أسرتان بمدينة نجع حمادي بمحافظة قنا لم تدخل الفرحة إلى منازلهم هذا العام بعد وفاة عائل كل منهما على يد كفيل سعودي، وما زالت السلطات تماطل في إعادة الجثث. أنا رمضان عزيز والابن ابن الشهيد عز الدين محمد عبد الشاب من مركز نجع حمادي بقرية البطحة. أنا يوم ما جاني الخبر في العصر، قالوا له أبوك عمل حادثة، قلت قضاه قدر. أصبح تاني جاني تليفون قال له أبوك اتكتل غدر، اتكتل لي وعشان إيه السبب اللي خلاه اتكتل؟ عشان ناس يعني هو نجار مسلح، إزاي يعرف في سباكي؟ أنا نجار مسلح إزاي نعرف في سباكي؟ قال له أنا ما نعرفش في سباكي ولا نعرفش حاجة في سباكي أنا. وراحوا لشغلهم وراحوا صايمين وكانوا مستنيين الفجر حاضر، وراح جه من ورا راح قام ضربهم خياني هم وشغالين. داير دي مين دي؟ حرام ولا حلال؟ أنا أخو الشهيد عز الدين محمد عبد الشافي من قرية البطحة مركز نجع حماد. إحنا عم طالبوا من الحكومة المصرية والحكومة السعودية بإرسال الجثمان وإسراع الجثمان، يعني إكرام الميت دفني، يعني مش يخلوهم يعني عشان ما أوراق ولا حاجة، ده بكل شيء خلصان، وإحنا عاوزين نسرع بإرسال الجثمان لينا عشان إحنا نرتاحوا. إحنا من يوم ما سمعنا الخبر مش هناكل ولا نشرب ولا بدناش أحط حاجة في خشمني خالص، قاعدين على قديتي من غير وكل وشرب. أخو الشهيد عادل عبد الإمام حسين اتقتل ظلم وعدوان في السعودية، اختلاف على الشغل، راجل نجار وقول له ركب سباكي، قال له من عيش ركب سباكي، قال الراجل على الشغل بتاعه لفوق راح تسحب النار وضربه بيه في ظهره من ورا، ظلم وعدوان. كل نطلب منكم إحضار الجسم، إحجار الجسم في أقرب وقت، والحقوق الشرعية، القصاص العادل في ميدان عام. كما شاهدنا مشاهدينا الكرام، هؤلاء لا يطلبون المستحيل وإنما يطلبون أن تأتي الجثث كي يدفنوها، لأن إكرام الميت دفنه كما يقولون. لا يطالبون بأموال، لا يطالبون بحقوق من السفارة المصرية في السعودية، وإنما يطلبون الجثة.